أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: الشيخ، قرأت في أحد الكتب عن كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة وضلالة، فما الصواب؟ مأجورين. القائل هذا هو المبتدع، لأن القيام في الصلاة سواء قبل الركوع أو بعد الركوع تقبض فيه اليدين على الصدر، هذا هو السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.